ممكن الانسيدنس بتاع الكونجنت البيبيز في سبيشال نيدز ذا هايست برسنتج ار جراديوتس فروم نيكيو بريماتشورز اسفيكسييتد اند جراديوتس فروم فنتيليشن. زي ما الدكتور هشام كان بيقول ان الفنتيليشن فعلا افكت البرين اجريسيفلي. طيب هنمشي بسرعه عشان الوقت. محتاجين برايمري سكولز كويسه، محتاجين قبل انترفنشنز، مش محتاجين نشوف الصوره دي يا جماعه ان الام تبقى فار اواي فروم هير تشايلد. عايزين نشوف الحكايه دي، نشوف ان البيبي وتشايلد ماذر اند بيبي از وان يونت. طيب الايرلي كير اوف ذا تشايلد بتعمل كل الديفلوبمنت. في عندنا ريسك فاكتورز في العيشه، زي مثلا الام اللي عندها ديبريشن، زي الام السنجل، زي الباترنتال ابيوز، زي النفلكس، زي البافرتي. كل ده لو عنده اسوشيشن ويز هاي ريت اوف ديفلوبمنتال ديلاي. طيب ايه المشكله دي هتتحل ازاي؟ وي نيد تو انفست ان ديفلوبمنت اوف تشايلد هود ديفلوبمنت. البرازيل عملوا ايرلي تشايلد هود بروجرام وقدروا يخفضوا يحققوا سرفايفل 60%، امبروفمنت في اللايف في المورتاليتي 60%. وقدروا انهم يصلحوا الجروث والديفلوبمنت ان سيمولتينيوس ابروتش، وعملوا فيري جود بوزيتيف امباكت على السوشيال لايف. وده يا جماعه ما حصلوش بس ان هو كده حقق لنا ان العيال بقوا حلوين وخلاص، لا ده له ناشونال افكت، بيقلل الاكسبوجر اوف ذا ريسورسز. كل دولار زي ما قلنا بيخفض 7 دولار ريتيرن في الاديوكيشن. الولاد دول بيبقوا بيتعلموا احسن، ما بيسقطوش كتير، ما بيحتاجوش سبيشال مدرسين اللي مستهلكه 25% من الانكم بتاع كل المستشفيات الاهالي، وكمان بيعمل ريتيرن 45 دولار في الهيلث ريسورسز. الامهات لما كانت البروجرام اتعمل بداوا كمان انهم يعرفوا يرجعوا شغلهم بدري، لان بقى في نيرسري تو تيك كير اوف ذا بيبي، ولقوا ان المنتال ريتارديشن امونج تشيلدرن قلت بمعدل 2.7%. يعني 2.7 فولد اقل لما كان ما عندهمش البرنامج ده. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا ناخد بالنا من الفيزيكال ديفلوبمنت والتشايلد كوجنيتيف فانكشن ازاي؟ لازم ثرو ذا بيرنتس، ولازم كمان الكوميونيكيشن وذ ذا تشايلد، ولازم نهتم بالريدنج فور ذا تشايلد، ولازم النيوتريشن مهمه جدا جدا جدا، والهيلث كير اوف ذا تشايلد ان ذا فيرست 3 to 5. We need to help to shape the future of our children, supporting them in the first few years of life. Thomas Edison behold the best invention in the world is the mind of a child. We can't change our country without taking care of our children. That's why our dream initiative was produced in 2015. عملنا community pediatric care. We believe in the doctor, they are the advocate of the child. هم المسؤولين عنه. كل العالم بيقول كده، انت المسؤول عن حق انك انت تدافع على حقوق الطفل. وعشان كده كانت الفيجن بتاعتنا ان احنا اللي عايزين نغير الشايلد هيلث. فعملنا اوبتمايزنج الكوميونتي بيدياتريك كير، وعملنا ريدكشن اوف النيتال مورتاليتي سبيسنج اوف بريجنسي. لنا اكتيفيتيز كتيره مش هقدر ادمجكم بيها، بنشتغل على النيوتريشن، على الفيزيكال جراس، على البوزيتيف بارنتنج سيف جاردنج تشيلدرن، وبنشتغل على الكونسلنج سنترز. بدانا نعمل كونسلنج سنترز، بنستعمل تاسك شيفتنج عشان نعلم النون ميديكال بيرسونز ازاي يعملوا كونسلنج للبيرنتس والدكتورز. عملنا برنامج اسمه فاندمنتال بوست جراديوت تريننج تشايلد هيلث، 1 يير بروجرام، بارت تايم، اونلاين اديوكيشن، انتر اكتف. في 4 مديولز بيشتغلوا على كل الكوميونتي بيدياتريك كير وسوشيال انتربرايز، بنعلم الدكاتره ازاي يعلموا الامهات. والبرنامج ده محقق سكسس كويس جدا، وبدانا نتعاون مع الجامعات في ان احنا نطبقه. وجبنا امتحان الدبلومه بتشارد هيلث سنه 2016 علشان نبتدي ندخل الكونسبت اوف كوميونتي بيدياتريك كير في مصر. وفي السكند ميشن اللي هي ريدكشن اوف مورتاليتي عملنا حاجه اسمها اكسلنس تريننج ان يوناتولوجي، وبنشتغل على التوب 5 causes of death in Egypt: prematurity infection, asphyxia, respiratory failure, lack of breastfeeding, and very high rate of cesarean section. ودول كلهم preventable. كلهم preventable. احنا عندنا perinatal mortality rate 14 لل 1000، وده اللي متسجل 25% من اللي موجود.
يعني لما عملنا جرب الاوتوبسي لقينا 75% ما بيسجلوش. فال 14 دول اتربوهم في ثلاثه. بنهتم بهلب بيبي بريز والورم هاب كير والاكسكلوسيف بريست فيدنج، لانه دولت ال WHO قالت ان هم ممكن يخفضوا 50% من المورتاليتي. عملنا كامبين واحد اسمه باك تو نورمال في بورسعيد، والتاني اسمه الموست امبورتنت فيرست 1000 دايز اوف لايف. والحقيقه الناس متعاونه جدا، وعملنا السبيسنج اوف برينسي، جيف هيم ذا رايت ان ذا فيرست 1000 دايز حمله خدي حقك واديله حقه. ودوت بيقنع الناس ان الفيرست 1000 دايز از فيري امبورتنت فور ذا تشايلد هيلث، فبليز دونت جيت بريجننت بيفور ذا فيرست 1000 دايز اوف لايف. ده الشغل بتاعنا في الكوميونتي. لكن اللي انا عايزه اقوله بسرعه ان احنا عندنا 4.5 مليون طفل تحت 5 سنين، 2.5 مليون منهم بيتولدوا كل سنه، بيجي لنا 2.5 مليون طفل. عندنا هيوج هيلث بروبلمز محتاج تو ريسكيو اور تشيلدرن، والليترشر بتقول ان ده مش هيحصل الا لو عملنا 90% كفرج من مصر عشان نقدر نحقق اتشيفمنت من 50 ل 70%. وعشان نعمل 90% كفرج من مصر، اللي انا اقدر اعمله ولا الدكتور محمد يقدر يعمله ولا وزاره الصحه تقدر تعمله، هنقدر نعمله لو كل الدكاتره الاطفال اللي في مصر من جميع الهيئات والمؤسسات تعاونوا واشتغلنا في كل محافظه بالناس بتوعها. جامعه المنصوره تشيل المنصوره، جامعه دمياط تشيل دمياط، التجمعات، ونعمل شغل بينا ونعمل انديكيتورز ونعمل فولو اب ونقف صح وننقذ اطفالنا. في الحاله دي العالم كله هيقول شابوه للدكتور المصري، لان فعلا المال براكتس اللي عندنا والبول تشايلد هيلث اللي عندنا مش هتتصلح مهما وزاره الصحه عملت. لو مش كل دكتور موجود فيك يا مصر حاول يغيرها. عشان كده عملنا الجفرمنتال ورك بلان ده، في كل محافظه يتكون كواليشن فيها كل الناس المعنيين بالطب في المحافظه دي، يعملوا كل الاثورتي معاهم، يعملوا جفرمنتال بلان كرييت فاند، ونعمل ماستر ترينرز تريننج، ونبتدي نعلم البيرنتس والكوميونتي ونمونيتور الاوت كام. ولو انقذنا مخ عن طفل واحد في اي لحظه من الحياه يبقى احنا عملنا حاجه كويسه. This is how we need to see our children healthy, active, interactive, and smart. We say we care, they flare. We care, they flare. If we don't care, they will never flare. They will be always, always flunted. رعوهم ينطبقوا. Thank you for your time. And I hope you have a good اولا في الحقيقه مش عايزه اسال الاستاذ الدكتور عبد الالفي، طبعا هي كانت محاضره اكتر من رائعه، والحمد لله ان في العديد من الجينيور ولادنا حاضرين عشان يسمعوها. لكن انا اللي كنت باكد كلام الاستاذه الدكتوره عبده ان احنا 15 سنه احنا عملنا بحث مكون من 1600 طفل من سن يوم من سن لغايه ام تقري. وللاسف الشديد احنا كنا بنعمل الدراسه يكون ديبلوبمنت على كلام الاستاذه الدكتوره عبده كان بالنسبه لنا كان كاتاستروف فعلا، نوتريشنال وانفايرمنتال وبروتكيشن. يعني في الحقيقه لقينا كل الفاكتورز اللي انا قلتها لحضراتكم دي كانت هي عباره عن المين كوز او ذا مين ريسك فاكتورز اللي اثر على النيورو ديفلوبمنت بتاع الاطفال. فكلام الاستاذ الدكتور عبد ان احنا لو كنا نقصنا واحد منهم او اثنين من الفتره دي، انا بأي كلام الاستاذ الدكتور عبد القلبي 100%. وانا حبيت ان انا اقول لكم يعني التجربه اللي احنا عملناها في سويس كانال اريا اللي عملناها في بورسعيد والانقره واسماعيليه. واشكر حضرتك دكتور عبد المره الثانيه. انا طبعا انا ما اتكلمتش خالص بس
بعد المؤتمر، بشكر كل الدكتور مجدي، بشكر كل الدكتور عثمان وباسم وكل الناس اللي قاموا بالاداء الجيد الجميل الرائع اللي احنا شفناه في المؤتمر ده، وبالنجاح النجاح ان شاء الله. وانا كمان بقول لا تتمني ان التقي ان ارتقي، وشكرا جزيلا. هو انا مش هسال، انا بس في ملاحظات بسيطه نقولها عشان نفكر فيها لما نروح، لكن ممكن تبقى غلط ممكن تبقى صح، بس نفكر فيها. من ساعه ما اتخرجت سنه 74 لغايه دلوقتي بشوف حالات اوتيزم كتير جدا والاتنشن ديفيسيت، ما شفتش حاله واحده جايه من الارياف. ده يؤكد مع حاجات معينه نفكر فيها كلها، يعني مش تعليم الام، معلش ده الولد مش ممتاز، انا معلومات ممكن تبقى غلط. ما شفتش حاله واحده جايه من الارياف، كلهم جايين من عائلات غنيه، بس الاب والام مشغولين او مهمومين او بيتخانقوا او في خلافات عائليه. دي اول حاجه. ثاني حاجه، لو نلاحظ ان العظماء اللي بنوا مصر كلهم كانوا في الستينات، اللي هو طه حسين وكل المجموعه دي، دول اتربوا زمان، يعني اتربوا قبل كده، ده كان نتاج مش نتاج الستينات، نتاج المرحله اللي قبل كده، كانت الامهات مش متعلمه. ولما نعرف ان في اليابان الام بيدوها اجازه مدفوعه الاكل اول ما تحمل، اول ما تحمل، ويسمعوا الجنين ويدوا له تدريبات معينه اثناء الحمل يرفع قدراته الادراكيه. حد يقول لي في واحد ياباني بلطجي او حرامي او مجرم؟ واحد بس حصل او لا. اللي بعد كده لو نقول بس كتر خير. بالنسبة للتدخل المبكر، يعني أنا وجهة نظري ممكن تبقى غلط، جلسات التدخل المبكر والإيرلي انترفنشن وتنمية المهارات والمراكز الكتيرة دي، أنا اللي هقول ده غلط، ممكن يبقى أبيوز للأسرة وأبيوز وتضييع الوقت. التدخل المبكر وتنمية القدرات، وأنا بتابع أطفال كتير داون سندروم وغيره ودلوقتي كبروا، والتدخل المبكر هو الطفل ده يتعرض لطبطبة وقوس وحضان وخروج وفسح وملاغية وجو عائلي رومانسي. إن أنا ما أروحش أعمل جلسة تدخل مبكر ساعة ولا ساعتين، بنتظر أداء في المستشفى وبروح بالسكر وأرجع البيت أرمي الولد وأقول إن أنا عملت تدخل مبكر. التدخل المبكر مش عشان توفير الفلوس، يتم في البيت، عايز جو عائلي رومانسي واصوات ما تبقاش عاليه وما فيش خناقات في البيت. اخر حاجه ده للدكتوره عبده، ما فيش انفايرمنت في الدنيا يعمل منتال ترانزيشن، يعمل منتال يعمل صعوبات تعلم، وفي فرق شاسع ما بين المنتال ترانزيشن والمنتال سب نورماليتي. حتى لو في بعض كتب كاتبه انه من ضمن اسباب المنتال ترديشن حاجات سوشيال، لا، السوشيال بيعمل صعوبات تعلم ما يعملش منتال ترديشن. دي ملحوظات ممكن نتفق او نختلف معاها، بس انا حبيت اقولها عشان نبقى يعني نفكر. كومنت بسيطه، طبعا انا موافقه مع حضرتك ان الاولي انترفنشن دي هو مميز وده اللي مكتوب، بس بالنسبه للمنتال ريتارديشن الريبورتد على الديبريفيشن من حاجات كتيره مهمه في البرين جروث زي النيوتريشن مثلا. النيوتريشن فيها ديفيشنسي، طب لا ده البرازيل عاملين بيبر وناشرينها. لا ما انا بقول لحضرتك برضه لازم يعني بيبر يعني طلع من البرازيل بعد 15 سنه. الجاي مايز زي الدكتور مرتضى، الجاي مايز الدكتور مرتضى في البيع في اليوم، الجاي مايز دي مش قران. واحمد البليدي من حوالي مؤتمر مرتضى ومش فاكر مؤتمر قريب، الجاي مايز ان الطفل ما ياخدش كذا لغايه 6 شهور وما ياخدش سنه، قال لك كلها اتغيرت اللي هي اللي احنا كنا ماشيين عليها في القران. فانا في حقائق علميه دي اعترف بيها، وفي بيبرز لا اعترف بيها الا لما تبقى حقيقه علميه، ودي نظريات علميه. لكن ما ينفعش اقول ان البيبر قال كذا وابني عليها ان دي حقيقه يعني. شكرا للجماعه الحضور جميعا والساده المحاضرين والدكتور عثمان بقى. الساعة طبعا بقى 5:30 ل 5 معانا شركة الدنيا هيكتب زي 5 مينت هتعرض علينا، وبعدها انتم اصحاب الخيار يعني الدكتورة شيرين بتقول لو الناس تعبانة قوي نأجلها ونخلي البرنامج بكرة طويل شوية ولا
لو هنا بكره فرصه ان احنا خلاص ماشي ما تقدرش انت تكون نهايه المحاضره الورك شوب بتاع تدريس الرياضيات دي بس عشان برضه نستفيد من البروجرام ممكن نخليها بكره لانها بكره نخليها اطول شويه يعني الجمعه ممكن يبقى اطول شويه نقعد نفرح شويه بس احنا نبدا بكره 9:30 الصباح ان شاء الله عشان نعوض الفرق النهارده لو معلش بس رجاء 5 دقايق بس مع يوتيوبيا ان شاء الله ان شاء الله بكره 9:30 والنهارده الجلسه دي 9:30 مساء برضه الجلسه دي ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم صباحا وبكره الساعه 9:30 والجلسه دي النهارده 9:30 ان شاء الله نور يا استاذ مروان السلام عليكم انا عارف طبعا مقدر اليوم الطويل اللي حضراتكم كنتوا فيه وانا ان شاء الله هحاول ما اطولش على حضراتكم بخمس دقائق بالظبط مبدئيا انا بشكر حضراتكم على ان حضراتكم سمحتوا لنا ان احنا نبقى متواجدين معاكم النهارده ومهدي طبعا اللجنه القائمه على التنظيم على نجاح الباهي للمؤتمر. احنا طبعا شركه ايثيوبيا النهارده عندنا سلايد بسيطه يعني بتتكلم عن الشركه والبورتفوليو. انا احمد عبد الرازق براند مانجر شركه ايثيوبيا. قبل ما اتكلم عن البورتفوليو بتاعنا عايز بس اقول ايه هي ايثيوبيا. ايثيوبيا هي شركه مصريه اسست سنه 2008 والاكشوال اكتيفيتي بتاعها كان سنه 2010. ايثيوبيا يعني المدينه الفاضله، مدينه العلم والمعرفه، مدينه بلا فقر بلا جوع بلا ظلم، وده اللي احنا بنحققه على ارض الواقع. وبفضل ده ثم بفضل صفه حضراتكم قدرنا ان احنا نوصل في فتره بسيطه جدا في عمر سوق الدوله لرانك رقم 33 امام اكثر من 900 شركه مصريه وانترناشونال ومالتي ناشونال. وده طبعا ايمانا منا بان الساينتفك والايثيكال جين هو الرايت واي تو بروموت اور برودكت. دلوقتي هنتكلم عن اول برودكت لينا اللي احنا كنا جايين نتكلم عنه النهارده وهو اللي بيعالج انديكيشن بنشوفه كتير جدا. والانديكيشن دي بتتمثل في الابدومينال بين والديستنشن فاتلنس دايري او لا نشر ابيدايت خصوصا عند الاطفال. اول حاجه بنفكر فيها هي الجي اي دي انفكشنز اللي مش موجوده في مصر بس اللي موجوده في العالم كله واللي اسبابها تقريبا 4 اسباب سواء كانت بروتوزوال انفكشن، البولك بكتيريا، هيلمنتس، او ايفن كمان فايرال دايري. للاسف الادويه القديمه اللي كانت موجوده في الماركت كلها كانت نانو سبيكترم، ما بنغطيش كل السبيكترم ده. لو اتكلمنا برضه ان حصل منها دراج ميس يوز، القصقصه وتقطيع الانتي افكت دي بالذات اثرت على الفعاليه بتاعت الادويه دي. انا صيدلي وعارف المعلومه دي يمكن احنا بقينا رقم واحد على مستوى العالم في الانتي افكت ميس يوز. واخيرا ان بعض الادويه دي بيبقى لها طعم معدني غير مستساغ بالاخص زي الميتروميدازول، وكان الاطفال بيكرهوا الدواء ده او ما بيرضوش ان هم ياخدوه من امهاتهم. علشان كده كان في احتياج الدواء دي يقدر يغطي كل السبيكترم ده ودواء السايد افكتس بتاعت الادويه القديمه. وطلع اديته شركه الدوبر بتشرف ان هي تقدمه لحضراتكم في النانوزوكسيد از امبيريكال جي اي دي انتي انفنتور. النانوزوكسيد طبعا هو النانوزوكسيد ميكيوب موجود في العالم كله، موجود في امريكا باسم الانيميا، موجود في انجلترا، فرنسا، ديزوناي، اونيتاي، وموجود في كندا واحنا بنقول امبيريكال جي اي دي انتي انفكتور لان بيقدر يغطي كل المسببات بتاعت الجي اي دي انفكشن. دلوقتي بنتكلم عن الجروب بتاعه فيه بروتوزوا انفكشن مش هطول على حضراتكم. طبعا بيدي نتائج من 90% ل 96% في حالات البروتوزوا انفكشن. كل دوري سيمبل دوز نوتري تيست نو ريزيستنس. في حالات الانيرون بكتيريا على الشورت تيرم واللونج تيرم كان بيدي نتائج بالمقارنه بالميتروميلازول في حاله الكلوزيريديم ديفيسيت اللي بتعمل كولايتس. كانت الدراسه دي بين النانوزوكسيد والميتروميلازول في حالات الكولايتس اللي سببها الكلوزيريديم ديفيسيت. على الشورت تيرم كان النانوزوكسيد بيتاخد مرتين لمده 7 ايام يعني 14 دوز في مقابل الميتروميدازول، 3 مرات في اليوم لمده 10 ايام يعني 30 دوز تقريبا باقل من نص جرعه، وصلنا لنتائج يعني 90% في مقابل 82% بس للميتروميدازول. وعلى اللونج تيرم طبعا نص البيشنت اللي خدوا الميتروميدازول قدروا يشكوا بنفس الاعراض تاني، وده لان ليه يونيك ميكانيزم اوف اكشن اجينست البكتيريا والبرازايت. واحنا طبعا هنبسط الميكانيزم دلوقتي. عندنا الروتا فيروس برضو الوحيد والبروفت اكتيفيتي اجينست الروتا فيروس زي ما قال نيلسون بودياتريك وزي دراسه اللانسيت في 2006 ونيلسون بودياتريك في 2015 الوحيد والبروفت اكتيفيتي فيرسس الروتا فيروس لان كان قبله مفيش اي حاجه غير الفاكسينيشن. وبرضو ده ليه ميكانيزم اوف اكشن تاني مختلف عن الاولاني بتاع البكتيريا والبارازايت. وبكده نقدر نلخص ان انا زوكسين في 4 مميزات رئيسيه وهو انه برود سبيكترم، انه شورت دوز ريجيمين مرتين بس في اليوم لمده 3 ايام، انه بلاتك والتيست بتاع الفراوله ما فيهوش الدرج تيست بتاع مثل النزول، واخيرا ان بس تتعمل انا زوكسين حضرتك بتوفر الفلوس بتاعت المريض بتاع حضرتك. الدوز بتاعته بيكون
بيقول ان في حالات الاطفال اقل من سنه 7.5 ملي جرام بير كي جي بير دوز، وكل 5 ملي لتر فيهم 100 ملي جرام. بكالكيوليشن بسيطه تلت وزن الطفل، اقل من سنه تلت وزن الطفل تايس ديلي لمده 3 ايام. من سن سنه 3 سنين 5 ملي تايس ديلي، من 4 سنين ل 11 سنه 10 ملي تايس ديلي، كل ده تايس لمده 3 ايام فقط. احنا كنا اول شركه في مصر بتوفر الانسوسيتي فورمتين، فورمه التابلت فورم، فورمه السسبنشن فورم، بسعر كومبيتيتيف جدا، ده موست افوردبل نيتا سوسايت في الماركت المصري كله. ثانيا واخيرا ده حاجه بسيطه جدا، هي مولكيول يمكن بيعالج انديكيشن احنا داخلين على السيزون بتاعه، او هو طول السنه هي السيزون بتاعه هو او الانديكيشن ده هو الالرجي او الحساسيه وجه عام. قبل ما نتكلم على الالرجي في منظمه الدبليو اي او او الورلد الالرجي اورجانيزيشن قالت ان 20% من الاطفال المصريين بيجي لهم حالات الالرجي بنسبه عاليه قوي. ثاني حاجه ان الفيرست جنريشن انتي هيستامين زي الدبليو بالذات تم سحبها عالميا وتم ريكومنديشن ما تستخدمش مع الاطفال الصغيرين لانها بتعدي بلاد بين بارير وبتاثر على كوجنتيف وسايك موتور فانكشن. فعشان كده شركه ايثيوبيا بتشرف ان هي تقدم لحضراتكم ليفو ستام فيرست انتي هيستامين في القرن ال 21 وليه دي ابروفد من سن 6 شهور. هو النيفو سيتريزين الاكتف انجريدينت بتاعه من البيرنت مولكيول اللي هو السيتريزين اللي طبعا اكيد واخد شيء كبير جدا مع حضراتكم. ودي طبعا الدراسات اللي بتؤكد النيفو سيتريزين تفوقه على البيرنت مولكيول اللي بتؤكد النتائج 96% مقابل 57% امبروفمنت في حالات النزل كونجيشن، وده طبعا السايد افكتس اللي كانت بتسببها او بيسببها السيتريزين. ثانيا نوريا لايف ستادي اكبر دراسه اتعملت على الانتي هيستامين في التاريخ، 4581 طفل في 424 سته في سبع دول مختلفه، وقالت ان كانت كومباريتيف مش لصالح انتي هيستامين معين، هم كانوا بس بيشوفوا بيها ايه افضل انتي هيستامين. اخذ اعلى ساتسفاكشن سكور ان الليفو ستام الساتسفاكشن فيما يخص السيفتي التوليربيلتي والبيشنت كومبلاينس. البيشنت كومبلاينس كان هنا بيقيسوا يعني بياخدوا راي الاباء كمان جنب اراء الاطباء. وبكده نقدر نعلن لحضراتكم النهارده حاجه اكسكلوسيف جدا في المؤتمر، وهو ان شركه ايثيوبيا هتنزل ان شاء الله او اوريدي نزلت الليفل ستام نقط. احنا عندنا اول شركه في مصر بتنزل الليفل ستام دروبس او الليفوسيتريزين دروبس. ذا ثيرد جنريشن انتي هيستامين في صوره دروبس. والجرعه بتاعته باذن الله هتكون من 6 مانثز تو 1 يير 5 دروبس، من 1 يير تو 5 ييرز 2.5 ملي بالسيرب فورم بتاعنا العادي، ومن سن 6 سنين ل 11 سنه 5 ملي برضه من السيرب فورم بتاعنا العادي. اكبر من كده او ادلت يقدر ياخد 1 تابلت، كل ده وانس ديلي فقط. وبرضه بقول لحضراتكم one of the most affordable anti histamines في الماركت كله الليفو هيستام، بينافس في النقطة دي وسط بقية الشركات بالكواليتي العالية بتاعت شركة يوتوبيا. وزي ما قلت لحضراتكم احنا مرصدينه في الثلاث صور المتاحة، دروبس فورم، سيرا فورم، تابلت فورم. يعني حضرتك تكتب ليفو هيستام وتبدأ تشوف بقى المريض عمره قد إيه وتديله ليفو هيستام. علشان كده كنا بنقول إن هو third generation for all generations. انا بشكر حضراتكم جدا واسف لو حد حس بالاطاله، بس انا اتمنى ان بعد كل البيفتس اللي بيقدمها برودكت شركه ايثيوبيا للبيشن بتاع حضرتك ان يكون رقم واحد في الديسكربشن حضرتك. شكرا. طيب السحب على جوائز شركه كوره كلاب، معاكم شركه كوره كلاب بترحب بجوائزكم والسحب على الجوائز. Thank you.
طبعا الدكاتره لا صح الا الصحيح، بس محمود اكون في مكان طبيعي بين حضراتكم واترك البنج اللي كان بيكلم منه اساتذتي انا مستني اتابع مركز الجلابه. وفي خلال الخمس دقايق دول هتكلم مع حضراتكم بصوره ممتازه عن الفروضيه، وعلشان دي اخر توك فانا حبيت انها تاخد بره الساينتفك دي اللي كان مزدحم، وانا ممكن اتكلم على حاجه ثانيه خالص كانت الفروضيه. تحت كانسر تموت ومنبوذ حضراتكم تلبسوا دلوقتي في العالم التغيرات اللي بقت موجوده، وكان نفسي اسال حضراتكم سؤال، هو مين فينا هنا في القاعه ما مسكش المناعه الفولدر؟ تقريبا كلنا استخدمنا المناعه الفولدر، او حد ريلاتيف لينا استخدمها. المناعه ده كان نوكيا 1110 سنه 2007 باع 250 مليون يونت، اعلى موبايل سجل ريكورد في ويكيبيديا قبل كده وبعد كده. كان ده 2007 2008 2009 فضل الموضوع مستمر لحد فجأة في 2015 سي او شركة نوكيا بيلغي خطابه بيتكلم في دور الرسائل بلان بعد سام هاي وي لوست. احنا ما عملناش حاجة بس مش عارفين احنا ليه بنخسر وبنبيع الشركة. باختصار شديد يا دكاترة ده الابجريد اللي حصل في الاول يوم الموفيور اللي احنا بقينا بنستخدمها دلوقتي اصبح الامكانيات المحدودة للموبايل ده فيرسس السمارت فون اللي حضراتكم دول بتستخدموه في الابلكيشن في الفيسبوك في السوشيال ميديا وتقدر من هذا الكونسبت اللي بدأوا الدكتور تراب انتروديوسنج للماركت تحت كونسبت النيوتروسيتيكال. وعلشان وقت حضراتكم انا مش هتكلم كتير عن النقطة دي ولا هتكلم مع حضراتكم ان الكونسبت ده بدأ من 1989 وورلد وايد بيمثل 36% من سوق الدواء العالمي، احنا هنا في الميدل ايست اولي 1%، والدكتور تراب تمويل في المجال ده تحت كونسبت الهيومن نمبرز. وقدمنا اكتر من برودكت مع حضراتكم ومكافحه الكونديشنز سالونا، نجحنا الاندكيتور ومثل البريفلنس في البريفلنسي من 47% سنه 2006 ل 26%، قدرنا ان احنا نوصل لنفس النقطه دي مع حضراتكم في هيماتولوجكس الاطفال، ولكن الفرق في بين 7 في الارض فما بين الاطفال الاكسفيت انتي اوكسيدنت والباتكس كالسيوم سبلمنت. وانا علشان التايم هقف عند رقم واحد وهجاوب اجابه واحده وبعد كده انهي الفيديو. انا هقف عند نقطة ان احنا دلوقتي البريفلنس او ايرون ديفيشنسي انيميا اكتر من 58% في ستاتس اخيره ريسنت للدكتور محسن قلبي 62%، الدبليو اتش او بتتكلم عن 45% وبتوع مصر في دوله سفير. ودايما النقطة دي سيمبل فورم انيميا حاجة بسيطة لو واحد اتغذى الدنيا هتخف، ولكن رغم كده كل سنة البريفلنس بتزيد. انا هقف عند ريزونز بيهايند وهسأل حضراتكم في السؤال ده احنا ليه وصلنا لكده، ومش هتكلم كتير فيه، احنا بس بنتكلم ان هو ساينت ديزيز فعلا الار ديفيشنسي انيميا. كنت في الفيديو يشتكي لحضراتكم وقعدت اقول منه اللي عنده انيميا يجي يشتكي من فضلش يجي يشتكي من اي مشكله ثانيه، النور نيوتريشن والترانشنال تريتمنت اوبشنز. وانا مش هتكلم عن كيف سيمبتومز ولا ايرن سيمبتومز اللي بتظهر بيها الانيميا او اللو اميونيتي او الانبيمنت اللي بيكون فانكشن على التايب بتاع حضراتكم. وهقف بس عند نقطه البنفيتس اللي بتقدمها الفوربيلا. فخلينا نعرف مع حضراتكم ان الفوربيلا ليه فود فورتيفيكيشن عشان يبقى اقل سبلمنتيشن، التراديشنال ما كانش ينفع يعتمد عليه. لما نيجي نتكلم مع حضراتكم ان كان هاي واكتف على الفود كونتنت رهيب في الميه من الدرع بتفتح في سوق بلاك ستون بأشهر عدد الايون اللي الايون سبلمنت بيظهر في سوق الكونستيبيشن في النهايه من 1-6% بس او ماكسيموم 10% زي ما قلت في الكتاب هم اللي بيسلموا ابسوربشن. ده كمان قدموا برودكت يونيك الفوربيلا بالماكي ديسبيرسيف اير اللي قدمنا سجل بي مجاني ومنتشر بعد مجاني في الجنرال اوريجن جنرال فلوتيشن بواحد 2 جرام فيز لمجرد في 1 مانس وفائده النمو 50%. بكده اوصل لحضراتكم لاخر سلايد ان انا بشكر حضراتكم على التراست في برودكت الفوربيلا خلال الفتره اللي فاتت. ودوز الفوربيلا للاطفال تحت سن 4 سنوات بياخد معلقه صغيره كابوفلاكسس معلقتين صغيرين از تريتمنت، فوق 4 سنوات معلقه كبيره از بروفلاكسس معلقتين كبار از تريتمنت، ب 11 ب 13 اكتف جيليوم 2 مايكرو ديسبيرسيف مينرالز و 11 فيتامينز متقدمه في الفوربيلا. وعلشان كده احنا بنقول لحضراتكم زي ما بنقول السو ديفرنت الهيماتوليك السو ديفرنت، وبندعي حضراتكم ان انتوا تشاين اس. واسيب حضراتكم مع التمرينات البسيطه دي فيديو عن النهارده. Thank you.
بسم الله حضراتكم وبركاته والسحب وطلبنا وطلبتكم اكتبوا بقى تعبير مقصود عن مدى فرح التيم ده كلاب والتعامل مع حضراتكم. استاذ حضرتك دكتور سعد دكتور مالك معاك؟ طول عمان محمد ديار بورسعيد يبقى كده محمد كامل وصفه دكتور مجدي لا مش أمان الشعب على الله موجودة دكتور دور الشعب شوية غضوة سمير النجار موجودة غضوة مبروك Thank you.